يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين. من جديد، تعشق السيدات الرموش فهي السر وراء النظره الساحره والمكياج المتقن، الى ان المراه العربيه باتت تستعمل الرموش التركيب يوميا وتركبها لمده اسبوع دون تغيير، ما قد يؤدي الى مخاطر واثار جانبيه صحيه. كثير من الامور اليوم حنتعرف عليها، اكيد على المخاطر الصحيه التي تسببها الرموش المركبه، اكيد مع ضيفتي في الاستوديو الدكتوره العنود ساعاتي استشاريه الطب وجراحه العيون. مساء الخير. مساء النور، اهلا دلال. دكتورة، يمكن اليوم موضوعنا يعني سيدات، ما أدري، أخاف يزعلون مننا اليوم نتكلم. والله أنا قدامي مثل حي، أنا الموضوع صعب كثير الأحد يسمع له اليوم. مثل رموش شيء جدا مهم، لكن خلينا نتكلم الحين بداية، نبغى نتعرف على الجفن قبل أي شيء، قبل ما ندخل في موضوع الرموش. طيب، الجفن سبحان الله رب العالمين، لما خلق الجفن خرجوا كأولا شكل جمالي وله وظيفة مرة مهمة، ألا وهي أول حاجز دفاعي للعين، أول حاجز دفاعي ضد الهواء والغبار والأتربة، هو الشيء الوحيد اللي يفرد الدموع على القرنية، وبالتالي هو الشيء الوحيد اللي يغذي القرنية. عدم إغلاق الجفون، أي أمراض في الجفون تؤدي بشكل مباشر إلى ضعف في النظر، إما بشكل مؤقت أو بشكل مستمر. أحد أهم الأمراض الشائعة عندنا اللي هي الحساسية المزمنة، اللي المريض يفضل يعرق عينه. تقدر تتخيل الإنسان اللي عنده حساسية كيف يكون يومه وكيف تكون حياته، طول النهار يده في عينه، يفقد القدرة على التركيز، يفقد القدرة على المتابعة، والتشتت الدائم والطفش المستمر لدرجة أنه يتعب، يكاسل عن أداء أي عمل وظيفي. فأي مرض يأثر في الجفون بالفعل يأثر على العين وصحة العين وبشكل مباشر وقوي جدا. طب خلينا نجي الحين على الرموش، رموش التركيب. في نوعين من الرموش، في رموش الكاملة وفي رموش حبة حبة. بداية خلينا نتكلم من الناحية العلمية، ايش تأثير هذه الرموش بالذات؟ عارفة دكتورة يضيفونها زي المواد زي الصمغ مثلا. طيب خليني أول أتكلم عن الرموش. يعامل الرمش كمعاملة الشعر، كمعاملة الحاجب. أي مرض يصيب الشعر والحاجب ممكن يصيب الرمش. فأمراض القشور، أمراض الثعلبة، أمراض الضعف نمو الشعرة، كله ممكن يجي في الرموش. فأنت أي شيء حتضيفيه لها، لكن أنت تخيلي أنه اللي يأثروا على فروة الرأس والحاجب حيأثر نفس الطريقة على القرن. خليني أرجعلك بس، الشعرة قديش تكون دقيقة حقة الرمش؟ الحين وجدت الدراسات أنه سبحان رب العظيم بالخلقه، طول المناسب للشعرة، الطول المناسب للشعرة يجب أن يكون بمقدار ثلث طول الجفن. اوكي، نسبه وتناسب. نسبه وتناسب ليه؟ لانه طول الشعره هذا المناسب هو اللي يحدد لك كميه الهواء وتيار الهواء اللي يسبح حول العين، وبالتالي لا يحجب لك نظرك، لا يعمل حجب للمجال الرؤيه، ولا يسمح للاتربه والهواء انه يضرب في العين اطول. فانت لما تركبي رموش اطول من الرمش الطبيعي، او لارج ومكثفه وثري دايمنشنز، ايوه، فانت بالتالي بتكوني خربتي النظام الفيزيولوجي المتوازن للجفن والقرنيه. فكل ما طال الرمش زاد التيار الهوائي تحتها، زادت الاتربه، زادت الاوساخ اللي توصل للعين. وكل ما خف عدد الرموش بالتالي نفس الشيء، خف الدفاع عن الدفاع، الجهاز الدفاعي المناعي للقرنيه، وممكن تنزل الاتربه والاوساخ. واحده من اهم الاشياء اللي هي شكل الرمش. ليش رب العالمين خلى الرمش مقوس للاعلى وللاسفل؟ ليش ما خلاهم مستقيمه معكوفين؟ ايوه، ليش فيها التعكف هذا؟ لانه انت لما تيجي تسكري، اذا كانوا ستريت على بعض حيدخلوا جوا بعض، تتشربك الرموش، ما تقدري تفتحي عينك. فالعكفة هذه لفوق والعكفة لتحت مدروسة بنسبة معينة، بحيث تسمح للعين تفتح وتسكر وتحجز أي أتربة أو أوساخ أو عرق أو دموع لما تنزل على أو أوساخ يعني من الخارج ما تدخل داخل العين. بالنسبة للرموش الصناعية، طبعا كأنثى كل وحدة تبغى تضيف هذه اللمسة الجمالية للعين، وأنا ماني ضدها، لكن إحنا ضد استخدامها بشكل سيء. فأنا لما المريضة تسألني أقدر أركبها ولا ما أقدر أركبها، أنا أحيانا أفضلها على المسكرة، بحيث إذا استخدمت بشكل صحيح. لكن استخدامها المزمن اللي ما تشيلها من عينها شهر أو عدة أسابيع، كمان في 6 شهور على فكرة، أيوة 6 شهور، هذه معناها أنت عدمتي الرمش الطبيعي اللي موجود، أنت عدمتي جذور الشعر. عملية وضعها بالجلو، لما يجي الجلو على حفة الرمش، على حفة الحاجب، فأنت عرضتي الجفن لمادة كيميائية مزمنة.
غير لما انت تحطي كريم شويه على يدك وتغسليه ولا ميك اب شويه وتشيليه. هذا الصمغ بتلامس مستمر مع سطح الجفن. التلامس المستمر هذا اولا يسبب زي الخدوش على سطح الجفن وسبب زي الحروق والقطوع الخفيفه مما يؤدي الى التهاب مزمن. التهاب مزمن معناها انا قشور في الاجفان. القشور معناتها الاجفان الرموش حتتساقط. تساقط الرموش المستمر معناها اي رمش حيطلع ثاني حيطلع ضعيف. تكرار العمليه هذه وبشكل مزمن يؤدي الى ضعف في الرمش. يصير الوحده تقول لك انا رموشي ما صارت زي اول، صارت مره ضعيفه، ما اقدر اقعد من غير رموش صناعيه، اصلا ما صار في رموش. طيب انت اصلا انت عدمتيها يعني on the first line. فلما تبغي تيجي تحطي رموش، طبعا كل ما قصر الرمش كل ما كان افضل، كل ما قل عددها كل ما كان افضل، وطريقة وضعها بشكل سليم وإزالتها بشكل سليم هذا المهم. عارفة دكتورة يمكن بعض المرات تقولوا لك لا تحطين حبة حبة، حط الرمش الكامل يكون أهون. هو يعتمد على نسبة الجلو اللي أنت حطته. طيب إذا المخاطر اللي تترتب على هذا، بعض المرات في يكون في التهابات، في إفرازات معينة تصير في العين. نعم نعم. أنت أصلا ليش إحنا بنرمش؟ احنا ليش بنرمش؟ احنا بنرمش لهدفين. الهدف الاول انه انا اوزع الدموع على القرنيه، الهدف الثاني اني انا اغسل الاوساخ من عيني. الرموش عامله حاجز. لما انت بتستخدم تضع عليها مسكره ثقيله، انت منعتيها من الحركه الطبيعيه. لما انت بتحطي عليها كثفتيها اكثر من اللازم، زي ما قلت لك حبستي الهواء تحتها، فبالتالي حبستي الاوساخ. كيف حتقدر هذه الدموع تغسل؟ ما هي قادرة أصلاً. نسبة الرمش اختلفت عندك، هتلاقي اللي مركب رموش كل شوية ترمش، عينها نشفت ما هي قادرة. الدموع بالأخير تتكثف تصير زي الغرق وتطلع لك المخاطر اللي أنت تحسي فيه من العين، أو الإفرازات المخاطر اللي تحسي فيها من العين. عارفة دكتورة في كمان دراسة في إنجلترا تقول إنه ممكن إنه العين تصاب بالثعلبة نفسها، الجفن حق العين. هي مو ثعلبة بمعنى انه الرمش طاح من نفسه، لا، هي انت بتشديها. لما بتشيل الرمش خلاص انت شلتي، هذه صار اسمها زي النتف، فانت نتفتي فيها الرموش من مكانها. هذا اللي ويتاخر نموها مع التكرار. فتصير زي يعني احنا الحين وصلنا انه احنا اصبنا البصيلات حقت رموش العين نفسها. نعم. اذيناها. نعم نعم نعم. الازالة المتكررة، شوفي لما تحطي الرمش وتضطري انك تشيلي انت اخر اليوم، في بنات اللي بيسووه بتجي تشد الرمش من على عينها. عمليه الشد هذه من غير ما تذوب الجلو اللي على العين، من غير ما تذوب الغرام، معناها انت بتشدي الرمش واللي ماسك فيه. لكن المفروض الشيء الصحي ينعمل بشكل سليم، انه انت تجيبي الميك اب ريموفر او تجيبي البيبي اويل او ماء دافئ على حسب التعليمات اللي انت استخدمتيها للرمش. حسب نوع كمان الجلو اللي حطيتيه. الجلو اللي حط الصمغ المحطوط كمان. ايوه، في شيء بالمويه الدافئه، في شيء بالريموفر، في شيء بالبيبي اويل، كميه بسيطه واصبري عليه، لا تستعجلي. زي ما حطيتيه بهدوء شيليه بهدوء. اصبري عليه دقيقه دقيقتين الى خمس دقائق، بعدين هتلاقيه من نفسه بمنديل بسيط طاح. لكن انك تحطي وتنتشي النتشه القويه هذه، معناها انت اصلا ناويه انه ما يرجع الرمش يطلع مره ثانيه. طيب دكتوره ايش الحالات اللي جت لكم بعض المرات؟ الالتهابات، ممكن الالتهابات مزمنه حتكون في العين؟ في طريقتين. جانا حالات التهاب جفن حاد، الجفن نفسه يتورم ويصير احمر بدرجه مخيفه، يجينا للطوارئ، يكون البنات مرعوبين من المنظر، ويكون كل الحكايه التهاب حاد من الجلو. هذه الحالات بالمرهم وشويه كورتيزون مع مضادات حيويه عاده تستجيب كويس. الحالات الثانيه اللي هي المزمنه، عاد اللي يجوا يقولون لو سمحتوا لقولنا حل، رموشي طاحت، رموشي لسه بتطيح، ما بتطول. فهنا نبدا ندخل في الالتهابات المزمنه اللي هي اسمها البلفرايتس. عارفه دكتوره بعض المرات يتجهون لحل ثاني، تلاقي لا تحط انواع من الزيوت. احنا عندنا شائع يقول لك لا حط زيت الخروع للرموش. اوكي، ايش رايك بهذا الموضوع؟ الحين انا شفت بنات استخدموا زيت الخروع، اوكي، وشفت نتائج مره جميله، لكن بصراحه لا اعلم من اين احضروه ولا من اين وجد بشكل رسمي او يكون FDA approved. يعني ما في شيء مثبت علميا، ولا في شيء في السوق صحي. في بس قطره اللاتسي اللي هي القطره اللي يعني معترف فيها وطبيه بالFDA approved، انه ممكن تستخدم مره في اليوم عند النوم. وهي في الحقيقه قطره من قطرات ضغط العين. وجد من اعراضها الجانبيه انها تطول الرموش وتكثف الرموش. يعني ممكن هو الشيء الوحيد العلمي، هو الشيء الوحيد العلمي، بس في كثير عليه محظورات. يعني انا لازم تكون عارفه اللي بتستخدمه انها تستخدم مره واحده وعلى الرموش العلويه فقط، ليست على السفليه. يعمل ضمور للغدد الدهنيه اللي تحت او للخلايا الدهنيه اللي حول العين، فممكن يجي بعدين ضعف في هذه المنطقه.
يعمل تصبغات في القزحية، يعني اللي لون عيونها بني عسلي فاتح ممكن يتحول إلى بني غامق. فهذا فلها كمان فلها أثار. إيوة طبعاً ممكن حتى يكثف الحواجب. وفي منهم يستخدموه لثعلبة الشعر لأنه مثبت علمياً أنه له أثار جانبية محببة. عارفة دكتورة أكيد أنه العين هي الجوهر والمضمون، إيش هي أهم النصائح اللي ممكن نعطيها للمشاهدين عشان يحافظوا على عيونهم وأكيد على الرموش؟ والله هي دلال أنا هستخدم لك المثل اللي أنا أعتمد عليه، الزائد أخو الناقص. أوكي. فكثرة الشيء مثل قلة الشيء. الاعتدال في الأمور مهم، يعني أنا ما أنصح أبدا أي أحد أنه ينام بالميك اب، لا بكحل ولا بمسكرة ولا بأي ولا بالرموش ولا بالرموش أكيد ولا بالعدسات. وأنا حستغل هذه اللحظة لأوصل فيها الكلام للناس، النوم بالعدسات مهما كانت أخطر شيء ممكن تسويه للعين. الميك اب ليس مصنوع من مواد طبية، الميك اب مصنوع من رصاص، من معادن، من أشياء فيها كمية نسبة سمية عالية. لما أنا أنام نسبة الامتصاص تكون مرة عالية فيها، لأني أنا ما بسوي شيء تاني غير إنها موجودة على بشرتي. فحاولوا ما تناموا في الميك اب، تشيلوه بشكل صحيح واستخدموا الأشياء اللي خالية من الرصاص قدر المستطاع. أكيد. كل الشكر لك موصول الدكتورة العنود ساعاتي استشارية الطب وجراحة العيون. شكرا لك. أهلا فيك دلال، شكرا لك، يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.